أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من أفطر حينما أذن مؤذن مسجد الحي على أذان المدينة النبوية وأنا في مكة المكرمة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الذي أفطر على أذان المدينة وهو في مكة هذا فيه فارق توقيت، فيه فارق توقيت بين البلدين، فعليه أنه يقضي هذا اليوم. إن كانت المدينة تتأخر في غروب الشمس عن مكة فعليه أن يقضي، إن كانت المدينة بالعكس، إن كانت المدينة يتقدم غروب الشمس فيها على مكة عليه أنه يقضي، أما إن كان غروب الشمس في المدينة يتأخر عنه في مكة فليس عليه شيء. نعم، وهذا يرجع فيه إلى التقويم، يرجع فيه إلى التقويم، يشوف الفارق بين المدينة وبين مكة.